دلوقتي مشاهدينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة. وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل في اليوم الأحد الموافق 12 من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، هو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكدت وزارة العمل إن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لعام 2003. النهاردة تنطلق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان مسرح الهواء اللي بتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح السامر دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي. بيقام المهرجان حتى يوم 21 من الشهر نفسه، وبيشارك فيه 11 عرض مسرحي. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية هيخوضها فريق الأهلي ضد جرماهيا الكيني في تمام الساعة 3 عصراً في إطار الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا. أيضاً النهاردة فريق المصري هيخوض مباراة قوية ضد الهلال الليبي في تمام الساعة 8 مساءً في إطار الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية. لعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري. هيلتقي سيلتا فيجو مع بلد الوليد في تمام الساعة 3 عصراً. في الساعة 5:15 هيلتقي جيرونا مع برشلونة. وفي تمام الساعة 7:30 مساءً هيلتقي لاس بالماس مع أتلتيكو بلباو. وفي العاشرة ليلاً هيلتقي أتلتيكو مدريد مع فالنسيا.